انه كنتكلموا على الاتحاد الشراكي دائما مرتبطه بالقوات الشعبيه وارتبطه بالمغرب العميق، وانت تنحدر من المغرب العميق واصبحت يعني رئيس الفريق الاشتراكي. يعني هل كان في سي عبد الرحيم مستعد، ولا كانت عندك واحد المرحله كنت تتطلع لهذا المنصب هذا، وهل هذا هو العوده ديال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه؟ الجزء الثاني ما كاينش عندي نهائيا. نعم. يعني انا كنت رئيس مجلس اقليمي في منطقه زاكوره ومسؤول على التنظيم في اقليم زاكوره، قمت ما يمليه عليا واجبي باش ان الحزب يسترجع المكانه ديالو بقوه ويخدم مزيان. اولا المؤسسات اللي كنت كنسيرها باش تعطينا نموذج للتسيير القريب من الناس واللي يقدم خدمات للناس، وهذا الحزب اللي بغينا. جزء هو ان الحزب يحقق نتائج مزيانه في الانتخابات وما حصلنا عليه باش نكون حنا الاولين على الصعيد اقليم زاكوره. 152 مستشار، جبنا حدود الان 9 الجماعات الترابيه، المجلس الاقليمي، 2 المجموعات، بمعنى نتائج استثنائيه. كنظن ومن بعد الاختيار ديالي اللي وقع الفريق ومع المكتب السياسي على انني نقود الفريق، كنعتقد فيها بزاف ديال الرسائل انا ممكن في موقع باش نحلها اللي الحزب بغى يسيطر فعلا، العوده للعمق ديالو الامتداد، بان المواقع المسؤوليه في الحزب ماشي حكر على المركز، فيها راه كنمشيو للمكان اللي جاب الجهات اللي كتجيب النتائج، وكنمشيو للمجال ايضا كنجيبوه في الريف، يمكن نجيبوه في الصحراء، يمكن مشينا لابعد نقطه للجنوب الشرقي في المملكه المنطقه بعيده، ولكن العيون اليوم ديال الحزب راه كتشوف في كل مكان، فين ما عندنا شي حاجه ممكن تكون اضافه للحزب راه كناخذها. المساله الثانيه يمكن كانت ايضا فيها انفتاح اخر على مشاريب اخرى الحزب، وبتو تعرفوا يعني المسار ديالي الحقوقي، المسار المدني، المسار متو، وهو كنظن يمكن يكون اضافه باننا نردوا الجسور ديالنا مع هاد الفئات الهامه، المجال الحقوقي بامتداداته الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه كل انواع المسار، المجال المدني ايضا المتنوع واللي كنحرصوا اليوم وانا بصيرتي كرئيس فريق فعلا باننا نردوا معاه العلاقه ديالنا، وكان الحزب تيصيفط رسائل مطمئنه. ثم ايضا انا جيت من اليسار، يعني ماشي ولد الحزب، يعني جيت من اليسار، انا كنت في اليسار ومن بعد كتلتحق بالحزب، فالحزب كيجسد كيقول ان الحزب ولد حقوق الانسان، هو فضاء يعني حاضنه لحقوق الانسان، حاضنه للمجتمع المدني، حاضنه للحركات الاجتماعيه، حاضنه للمجال، امتداده اليساري المفروض يكون فيه يلقى فيه ذاته. كنعتقد واحد العدد ديال الرسائل ما نعرفش واش فكروا فيها الاخوان، هما كيديروها ولكن راه مختزله، وانا بغيت كل الاخوان اللي اقترحوا ما نخدلهمش ان شاء الله، بانني غنقوم بالدور ديالي كما يجب في داخل الفريق وفي داخل البرلمان، ولكن ايضا بما يعطي في الصعيد الوطني توهج اخر للحزب. سي عبد الرحيم شهيد، انت رئيس الفريق الشراكي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مره اخرى، وكنهنيكم على العمل اللي كتقوموا به سي الكتاوي. الله يكبر فيك.